توفيق الباص. ويمكن الحاجه محمد عبد الوهاب عمل مجهودات كبيره قوي لاقناع البعثه بتاعتهم، وهم دلوقتي قدامي نازلين اهو، حتى يمكن لو تسمع التسجيل بتاع الناس اللي هم بيركبوا الباص. فان شاء الله باذن الله المباراه كده الله اعلم بقى هتتم ولا مش هتتم، دي حاجه طبعا بتاعت المسؤولين، لكن انا ببلغ حضرتك دلوقتي ان الفرقه كلها بالكامل بتركب الباص كلها نازلين من الاوتيل. ايمن، في امن دلوقتي مع الفريق؟ في التراس موجود؟ هو اللي بيساعد ده التراس ولا جمهور ولا ايه؟ خليني اقول لحضرتك ان الالتراس مفصول خالص الناحيه الثانيه، وعاملين عليه كوردون امني كبير جدا. يمكن للامانه تتطلب انه الالتراس عايز اللعيبه بتاعت سانشاين تنزل، ده الكلام اللي وارد دلوقتي، وان هم كلهم بيقولوا احنا عايزين المباراه تتلعب، احنا مش عايزين الاهلي يخرج من بطولة افريقيا. ده خليك معايا برضه ايمن، ان شاء الله انت مكمل معايا بقيه الحلقه. شكرا جزيلا الزميل ايمن طه. نطلع فاصل ونرجع تاني مع كابتن علاء ميهوب وحديث اللقاء هيتعمل ولا مش هيتعمل بعد الفاصل.